تتحدثون بجمالها. عنا ولا أرى منها ذر. هل أنت إيش حقك يا جمال؟ أنت إيش حقك يا جميل؟ محمد أنت كوميدي أكثر، لو دخلت في الكوميديا مبدع. المتسابقين يجهدوا صوتهم فيطلعوا على المسرح وصوتهم شحبان وتعبان، لذلك ما ينفعش ذا الكلام. كان صوته مرهق مره، هو جالس من حين جاب من الظهر جالس بيغني، سمع الخبره صح؟ وصل لها حاجه ثانيه.